الفن الذي يشفي، دورات في فن الرسم نظمها متطوعون في مستشفى كييف العسكري. الهدف من المشروع هو مساعدة الجنود الذين أصيبوا بالتأقلم مع الحياة السلمية والعودة إلى الحياة العملية مرة أخرى. قام الجنود خلال هذه الدورات بالرسم على أواني منزلية مثل الكؤوس والفناجين أو حتى على الملابس، وقرروا الاحتفاظ بها والتوجه إلى منطقة الصراع. يقول المنظمون إن أسلوب الرسم أو الكتابة مؤشر على الحالة النفسية للجنود. يكشف الرجال من الداخل، حيث يبدأ العلاج بأمر بسيط عندما يفكرون كيف يرسمون وكيف يخرجون من هذه الحالة، موجود في جميع المتطوعين وأفراد الأسرة. يجب أن نبدأ من مكان ما، نحتاج إلى القيام بشيء ما ونرى ما سيحدث. انظر، يضحك مثل طفل لأنه جاء للمرة الأولى أيضا. إنه يأتي لتحقيق الاستقرار، إنه كأمر مسكن، وأنت تعلم أن جميع المشاكل تأتي من الأعصاب. إذا كان كل شيء على ما يرام في الرأس فإنك سوف تتعافى بشكل أسرع.